مشاهدينا الكرام، عطلة سعيدة علينا وعليكم. أنا الأمانة كنت مجهز كلام ومجهز ديباجة ومجهز مقدمة وايد شغلات، بس أنا وإحنا قاعد نجهز أشوف أبو كميل ما شاء الله عنده 4 تلفونات، يعني هو بعزة وهو لاعب عنده بيجر، كان قاعد يبي يتكلم هذي. هاتي أبو كميل ليش 4 تلفونات؟ والله شوف، من صرت إعلامي حطيت تلفون ثاني كول سنتر. أربع تلفونات من صرت إعلامي، يعني تلفون حق الأهل، تلفون حق الربع، تلفون حق أعمالي، وتلفون حق يعني دقات تغيير أصوات، تغيير أصوات. ألو، كلامات. فأنا ما بقول أسماء، تدق عليه وتقول أنا فيصل الدخيل، جيلة تحية أسطورتنا الملك. يلا لا أدق عليه بقول سيد العمران. لا هو 4 تلفون عليك بالعافية. الله إن شاء الله بعد البرنامج هذا ينجح وتأخذ 4 ثانية إن شاء الله ينجح. بس لا شوف، هذا ترى من باب النجاح. أنا الدراسة مالتنا اليوم شو تقول؟ تقول الدراسة إن الواحد وهو معصب زين مخه يعطي إشارات صدق. ما معوده فسخي النظارة. إيش؟ لا أنا في دراسة هم بالنظارة. أبي شو عينك؟ أبي استرسال. تدري شو الدراسة؟ لا بس مش تشارك. ما مشت وأنا بالابتدائي. ما لما الأول درب الزلق عرفت؟ بس يعلق هذا. في دراسة تقول إن الواحد يلبس نظارة يبي يطالع الناس بس ما يبي الناس تشوف عيونه. فأنا بوتركم بالحلقة. أبي ما تدرون أنا فجأة بس المنة. ما تدرون فجأة بروح. ليش تدور لحظة ليش تدور الدراسات الغريبة؟ اي والله هاي الدراسة ما تفيد. لا تو طلع الدراسة ما تفيد. لا عندنا الحين دراسة حقيقية اخوي عبد الله، بما انكم ما شاء الله منوريني ومستانس انا ان انتم اخذتوا على المكان. انا ملاحظ يعني قد ايش ساعات قاعدين قبلي. راح نسكن الحلقتين المطبخ ونطلع وراح الصالة عادي. قاعد اشوف انا، وانا احب العكس اللي يكون مرتاح. الدراسة تقول إن الواحد لما يعصب يقول الصج، مخه يعطي إشارات صدق، هل صحيح هذا الكلام؟ شوف والله أنا أحس لا غلط، يعني الإنسان لما يكون معصب طالع عن طرف فيبلش يقول أشياء مو منطقية، والدليل صح. إنه يدق بعد الهوشة يتعذر صح. يقول لك أنا آسف أنا كنت معصب أنا لأنك كنت تنشن سويت كذي، فلا مو كل مرة يكون صدق. إلا إذا كنت معلومات سجية يقول مثلا، إلا إذا كنت قامتها في حشوة بقلبك ممكن تطلع بين الطراطيش. بس مو كل حشية يكون صدق حزتها. أنا أشوف وقت الغضب هني تبان معادن البشر. أيوة وقت يعني الغضب ساعات. سلام عليك. ساعات وقت الغضب هني يبين منه الحكيم، منه اللي يقدر يسوي كنترول على نفسه، اللي يصفصف عليك صح. صح يتحكم بأعصابه، يهدى، يتعود من إبليس. بس في وقت الغضب شخص يجيك بشيء يجرحك، يدري ان هذا الشيء ضايقك، يعورك اكثر شيء يعورك فيه قطة وهو معصب، بعدها ممكن يتحسف صح. بس هني تبين عاد غلاتك. أيوة. طبعا حتى ربعك ترى يبينون هني، بس اكيد اللي يهدي اللي شيشك زياده. بس مو هذا اللي يقصده. وضح مو اوضح، هو قاعد يقول لك هل يبان عليه الحقيقه يطلع بصوره. انت خلي شلون يتمالك اعصابه ولا يمسك في قناع ينقط، في قناع ينقط. يعني هل تشوف؟ انا أأيد هذا الشيء، يبين الواحد إذا وعلى شنو الموضوع. أيوة شو الموضوع؟ هل معصب عليك الموضوع شخصي ولا الموضوع عشان مصلحتك؟ مرات يجي واحد يزفني ويكلمني ويأذيني بكلامه بس عشان مصلحتي. أيوة صح. أنا أعرف هني هو معصب عشاني أنا، مو معصب إنه هو في شيء بيني وبينه. هذا على حسب الموقف. هل طبعا هل أبو كميل تشوف إن الموضوع هذا أتى من التراكمات اللي تصير باليوم الطبيعي؟ شوف كلامك صح ترى. قلت له كم واحدة انجليزي بعد لأن يبي كذي. وقت الأعصاب يقول الواحد صح، حتى لو بيعترف على نفسه. صحيح. لما خصوصا لما تشيشه. ليش؟ لأن الوجه 80 عضلة فيه. بس معلومات. بس معلومات والله. زين 80 عضلة خلينا نشوف. ما قلنا ندري شنو الصدق شنو المصدق. تقدر تقول لنا أسامي بالإنجليزي؟ إيه. العصبية نبي عضلة عضلة الله فيها ايه. لا ما تبجد البناية اوكي ما تبغى المعلومة يعني. لا يبقى اسلع بال 80 عضلة الوي فيه 80 عضلة جهاز الاندرولانين
الأندرينالين هذا الكلية هذا مو جهاز أول شيء هذا هرمون هرمون مو جهاز عصبي عصبي هو انزل هذه ويكند لما تيجي تضحك 40 عضلة تحرك بجسمك ببيك فالوي يعطي إشارات حق المخ المخ ينزل على الجهاز الأدرينالين أو الأندروفين يذبحه يوقفه الأندروفين بعد المورفين الأندروفين والأندرينالين يعني أنا بالضبط ما أعرف المهم ما سمعت أسامي مسكنات يعطي سعادة يعطي سعادة أنا بالمدرب قبله بيكلمك ويقول لك حبيبي ترى الخطة نبي 4-4-2 نبي نفوز أكيد يكلمك إنجليش شو تقول له لا يعني تبدي عليه انت ما تبغى المعلومه لا والله زين يعني نفهم من كلامك انه الوي صح انه وقت الاعصاب اي واحد يقول اي شيء فعلا لان الجهاز صدق والله ساعات انت معصب ما تشوف اللي قدامك صحيح قدامك ما تشوف ليش لان هذا الجهاز هذا الاندرينالين هذا الجهاز ولا المهم المهم الحمض المهم زين فهذا الجهاز هو اللي فهمتوني كان الامانه يعني سعيد بنجاحكم الله يخليك الكل بلا استثناء عبد الله الخضر نوف السلطان احمد المظفر العم فهد كميل اخوكم الصغير خالد المظفر كل هني الموجود ترى حتى سواء المصورين ولا الاعداد ولا كل واحد هني واقف انا قاعد اشوفه قصه نجاح واليوم قصتنا او موضوعنا عن النجاح والاستسلام والفشل فانا قبل لا ابتدي انا احب اقول شهاده من قلب انا فخور فيكم واحنا اكثر يا النجاح اللي حققتوه وانا اكثر واحد يعرف شنو معنى صعوبه النجاح فابو كمين نبتدي معاك كبيرنا النجاح والفشل والاستسلام شنو النجاح ابو كمين شوف النجاح انك شوف خليني اقول لك اول شيء على النجاح الفشل يقول ألبرت أوه هنقول لك لا والله قول قول أنت بقول لك عن النجاح ستقول الفشل النجاح الفشل والاستسلام أنت لازم يكون عندك يقول لك ألبرت أينشتاين يقول لا تكرر العمل الأشياء السيئة وتريد نتائج مختلفة الله جميل صفقة حق لأنه قالها مع التشكيل قالها مع التشكيل وأنا أول تمس قايلها بكمل كلامك أنا أول تمس قايلها ان في اغلاط عندي قاعد تكرر فقلت اينشتاين قال لا تكررون الغلط مره ومرتين وثلاث وتنطرون نتيجه ثانيه صحيح ما هي نفس الشيء صحيح اسلم اسلم فانا عندي النجاح انك انت انا ما افكر بالنجاح كثر ما بفكر بالقيمه صحيح يعني مثلا انا الحين نجحت مثلا خذيت دوري مثلا او نجحت بمسرحيه ورحت بعدين خلاص احس اني انا وصلت للمرحله اللي انا والله خلاص مكتفي افكر شنو اللي جاي افكر لقدام شنو اللي موجود اللي جاي عشان يكون عندي قيمه اني انا ما انزل طبعا ياصل نفس المستوى او اصعد اعلى فالنجاح هو انا افكر يعني واحد يقول انا نجحت خلاص انا نجحت في ناس وايد نجحوا بعدين راحوا اختفوا في قاعه اي الى القاع فانت هني النجاح انك انت ترفع فوق انزل نشكرك على الله يخليك لك اليوم جميل حياك الله اليوم تعال لا قهوة اي قهوة عبد الله شلون نعرف ان احنا نجحنا والله شوف يا اخوي ابو عبد الله ما في نجاح من غير فشل لازم الواحد يفشل عشان يوصل حق النجاح وانا اقيس النجاح اليوم المجتمع الحين من الناس نفسهم هم اللي يقولوا لك ناجح مو ناجح في ناس وايد تجتهد وايد تالق وايد تسوي اشياء جميله حقها وحق غيرها ولكن يفقدون هذه يعني الوصلة اللي هي بينهم بين الجمهور أنا أتكلم مجالي فاهم أتكلم مجالي فالنجاحي أنا عندي من حب الناس للشخص نفسه ولازم يفشل عشان يجرب الاثنين طبعا عشان يفرق لا شلون انت نجحت لانك فشلت ما يصير تطلع من بطن امك انت دايركت ناجح لازم في خطوات ستيب باي ستيب عشان توصل لهرم النجاح نو في محطه بحياتك حسيتي ان بستسلم خلاص لا في محطه مو استسلام كثر كانت مجامله هذه مشكله ثانيه إيه هذا موضوع ثاني يبيله المجامله سيزن يبيله يبيله هي يبيله بروحه فتش والله في مرحله من حياتي كنت اجامل وهالمجامله هذه هي اللي اخرت وايد اشياء حقي كمجال انا قاعد اتكلم
لا نعتبرها مجاملة. يمكن أنت ليش تحبين ما تحبين تكسرين لحد. ممكن ممكن. فهذا اللي مجاملة. في ناس أطباعها كذي. بس إحنا لازم نتفق الحين نحن ب 2024 ما نجامل. لا بس لازم. لأن جينا على نفسنا وايد وايد تأذينا. إذا جاملت يعني أنت شيء مو راضي فيه عشان. والله كثر ما أقدر قاعد أتعلم شلون أقول كلمة لا. فينا هذا. لازم. زين أنا هم ودي أوضح شغلة بما أن إحنا قاعد نقول هالموضوع للمشاهدين. ترى في نجاح مزيف يخوف طبعا نجاح طبعاً. سريع نجاح سريع فيك وفي شيء ثاني تلقى في واحد بيسوي مسرح لانه مثلا بس خالد سوى مسرح صح بسوي مطعم لانه بس ابو كميل فتح مطعم ايوه مو لانه طموحي لا مو لانه طموحي صدق يبقى وتصنف جهال اي لا في ناس اساس انت ما تبي كلام طيب ينقال كله تبي ادرينالين ما وقفت طلع جهاز جديد بالانسان خلقت جهاز انت مساع لا يعني جد في ناس تلقى ياخذ غرض يتسلف فلوس ويمشي درب مو دربه النجاح الحقيقي انا اشوف انك انت تعرف انت شنو تبي صحيح انت وين رايح يمكن انا اتكلم عن نفسي صح انا من 2009 من دخلت الورش المسرحية نعم إعداد الممثل صحيح ذاكر لليوم 2024 أنا نفس خطوات سليمة خطوات سليمة إيه 15 سنة ترى صحيح 15 سنة نوف أنا ما عندي لها السالفة أيوة صح طلع ما طلعت مطاعم طلعت هبات طلعت مواقع فاشينيستا بلوجر كل كل الدنيا فتحت كل أيوة المجال تجارة جابل هذا إيه خطك واضح وقاعد تمشي هذا, هذا هدفي وهذا صحيح. اللي انا ابخص فيه وما اعرف بس غير. مرات في ناس ينجحون بسرعه وينعميون بالنجاح تلاقيهم يعني ما يعني ما يقول انا نجحت يلا خل استمر تلاقيه ينعمي يسوي تصرفات تخسره وايد ناس فبيرد يطيح مره ثانيه يبني من الصفر فهم هذا غلط انت لما تنجح والله يفتحها عليك وتسوي ركز امش لا تطالع خالد لا تطالع احمد لا تطالع طالع لوحتك اللي قاعد ترسمها لا تطالع لوحه اللي يمك بعدين هي يقول لي انا نزلت اكيد انت بتنزل لحظه ها شنو حمامه لا لا حمامه سؤال احمد هل انت فاشل بس بعد الفاصل حبيبي رجعنا معاكم مشاهدينا الكرام من بعد الفاصل وكان من سؤال الحلقه واتوقع انت ما تدرون بالفاصل شلون كان يعني الحماس طبعا نبي قول البنات اللي يعرفون احمد المظفر واحنا تدري برنامجنا معتمد على الشفافيه اكيد معتمد على المحبه والاخوه والاحترام طبعا هل انت فاشل؟ من باب الاخوه والاحترام هذا بيقول الاحترام حق شخصك الكريم اي نعم لا شوف ايه هي يعني انا عندي ومتى تعرف ان انت فاشل انت تبيني فاشل خلي جاوب خلي جاوب خلي الولد خله انا عندي وجهه نظر بالموضوع يعني ما في ما راح تحس بقيمه النجاح اذا ما حسيت بقيمه الفشل اي قالها عبد الله اي يعني اقصد ما في شلون ما اقول لك ما في قيمه حق الفرح اذا انت ما حسيت بالحزن طبعا تمام فحبي قاعد تخضخض يمي ايش يقول وانت تسولف يقول طبعا يعني هو الحين يعني متفاجئ بالكلام اللي احنا ما سولف جد لنا صحيح متفاجئ والله زين ما لا خلوا الريال يكمل يلا 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 تفضل تفضل انا عندي الانسان لو شنو هو بيحس انه هو ناجح أنا أحس إن الإنسان الطموح لو شنو يوصل وينجح ما راح يكتفي. صحيح. هو في قناعة بس أنت إذا عندك شغف وعندك طموح ما تكتفي بنجاح لو شنو أنت اليوم نجح لك عمل نجحت لك أعمال تبي أكثر تكون دائما يعان نجاح. فأنا ما أحس إن, إن, إن يعني وحتى فكرة النجاح حتى لو الإنسان يحس إنه هو ناجح بحياته وبشغله أنا أحس المتعة مو لما توصل. المتعة بالدرب اللي بتمشي لين طبعاً. توصل طبعاً. فالمتعة بالتجربة نفسها الدرب التربية أصلاً الدرب اللي راح تمشي فيه طبعاً. أثراته بشغله بيعلمك بيدرسك وايد طبعاً طبعاً زين بما أن احنا الحين بالكويت وقاعدين خلنا نستذكر الشخصيات الناجحة كل واحد يقول يعني من خلال ثقافته ومعرفته
من الشخصيات الناجحة اللي أثروا فيه، مو شرط بمجالنا يعني، والله أتكلم مجالي يعني، يعني التجارب مو شرط القديمة نقول ها، حتى التجارب الشبابية الحالية أتكلم، بس شنو تشوفون منو فيه شخصيات ناجحة؟ مثلا أنا خالد فتح الباب، بقول مثلا في ولد أبو جراح رفيجنا، شوف يعدل ويغير صحيح، وما ينطر أحد يقول له، ما ينطر مقابل، ما ينطر مقابل وما ينطر أحد يقول له شكرا ونعم صح، كويتي من داخله، من داخله شاف شيء مو تمام يبي يسوي صح، صح صحيح شاف صحيح. هذا انا خالد قبل لا اشوف ابو جراح، قبل لا اتعرف عليه، من شفت انا ابو جراح شلون هو قاعد يشتغل ويسوي من داخل حسيت بفخر وحب ونجاح. نعم صح، هذا مثال. انا اذا بي انا على مكاني، يمكن مو من الشباب، نرجع ورا احد اهرام الكويت، العم عبد الحسين عبد الرضا ابو عدنان، هذا بعد واجهة بلد لنا الكويت يعني. أنا عندي أصدقاء كثيرة يعني تراسل معاهم وأكلمهم وأعرفهم بالوطن العربي وعلى مستوى الخليج، وهذا الأمر يقولوا إحنا نعرف الكويت، ترى أبراج الكويت وعبد الحسين أيوة، وهذين رموز. أول ما طلع التلفزيون الأبيض والأسود كل أهالينا فتحوا عليه صح، وشافوه هو من يعني من الرواد والأوائل اللي إحنا استمدينا منه هذا الشيء. إيه؟ فهذا نجاح عظيم طبعا، يعتبر يعني والسلم اللي مشى فيه هذا، واحنا كلنا من بعده. واهتمام الدوله بالناجحين يعني ابو عدنان رحمه الله عليه، رحمه الله عليه بال61 يوم ابتدى التلفزيون، وين ابتدى ابو عدنان كموهبه الحين؟ ويقول لك والله يرحمه كان دائما يقول انا مولود في خليج العوازم وانا صحيح صح صحيح، الحين هو الولد فيه عنده موهبه صحيح. ذاك الوقت كانت وزارة الشؤون للعمل أو ما يحضرني الاسم بالضبط، استعانوا بزكي طليمات نعم، وزي تعالي يا مخ الله يرحمه سووا لنا مسرح، سووا لنا مسرح عندنا هو مواهب. عبد العزيز حسين، عبد العزيز حسين أذكر. فقاموا مثلا يبون المواهب نعم، زكي طليمات نعم، هني ابتدى مريم الصالح الله يحفظها، مريم الغضبان الله يرحمها، سعاد عبد الله وحياة الفهد، ترى هم اللي فتحوا الباب حقنا في السلطان ذاك الوقت صح. كان الريايل قاعد يسوون دور حريم صحيح صح. هم يحسب لهم صح. انا ليش قاعد ضربت هذا المثل ان شوف من 61 الدوله حاضنه للناجح حاضنه للموهوب نعم، ولا هم شو كانوا راح يمثلون صحيح، شلون كانوا راح يطلعون بالاعمال اللي شفناها، خالتي قماشه درب الزلق الاقدار الاسكافي الى ابي وامي مع التحيه وروح، هذا كله انتاج تلفزيون الكويت صحيح. والبرامج صباح الخير يا كويت، الله يرحمه السنعوسي، ملوت المرور صحيح، سلامتك يمكن قول سلامتك، قول دوام مجلس التعاون نعم أنتجوه. بس الدولة بشكل عام دائما حاضنة للمواهب صح. من الستينات صح، من الستينات نعم. زين بوليد احنا ليش ما نصدر ابداعاتنا برا؟ شلون يعني؟ مثلا عندنا كتاب، عندنا مثلا ممثلين، عندنا مثلا يعني، انا اقول لك ليش يعني مثلا، خوش سؤال فاهمك، انا اقول لك شو المشكلة ولا بتكمل في شيء؟ لا لا اقول ليش ما نصدر ابداعاتنا هذه اللي نشوفها احنا؟ مشكلتنا طال عمرك انه قاعد نروح برا ونسوي اعمال تشبه برا يعني ايه. برافو عليك، في مخرج صح مسرحي ايه. عالمي صح، قول حلو حلو، هذا المخرج العالمي طال عمرك لما يسوي عروض بامريكا، وانا احترمه هذا المخرج ايه. لكن اختلف معاه بشنو؟ انه يسوي شغلات ما هي عاداتنا ولا تقاليدنا يشبه الغرب. زين الغرب انت مهما انت تظن انك بتحاول تشبههم بالتمثيل او بالاخراج او بطريقه الكاميرا، انت ما راح توصل 1%، لان اللي جاي يسوونه لا يشبهنا لا عاداتنا لا عايشه طبعا. اصلا انت الصح ان نوصل برا بكتابنا ومؤلفيننا بهويتنا، الهويه الكويتيه شداشه وترعقال نعم، بقصصنا، قصصنا اللي تهمنا احنا اي بثقافتنا أكيد. يعني الحين مسرحيه الاول من نوعه حلو، او الجزار او ليش ما تترجم الى بالانجليزي؟ يصير فاهمك، يصير يعني هم قاعد يزول لنا اشياء عاديه فاهمك. يعني مثلا احنا حضر المسرحيه عندنا واحد ياباني شافه شفته الياباني صحيح. بعد العرض انا بفهم شنو ايش عرف ما عرف، فهيت قاعد معاه وقاعد معي مترجم، قلت له قول له شنو فهم، كان يقول لنا القصه كامله والله قالها والله العظيم صحيح. يعرف عربي يعني؟ لا 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 ياباني
فقلت له سأله شلون عرف القصة؟ عشان يقول الياباني قال إن خالد وهو يمثل عند التعبير الحركي الجسدي زايد فأنا من خلال إيماءات جسمه قاعد أفهم إن هني يحب وهني زعلان وهني متضايق وهني حران صح عرف لغة الجسد عرف لغة الجسد صح شوف هذه مسرحية كويتية شافها واحد بدل لانجويج اي بالضبط تبي تقول هذه يبا لغة الجسد يبي ياخذ الموضوع بلش عشان قاعد هو قاعد يقول قاعد أتذكر الكلمة بالإنجليزي قاعد يقول في شيء اسمه لانجويج اي صاحب وليد والله لا انا اتكلم قصدي يعني الحين احنا نشوف شغلات اللي قاعد يضحكون هذا في الانجليز يدعم الباب يضحكون هم بسيطين هم ثقافتهم لا لا قصدي ان ليش احنا ما نترجم هذا بالانجليزي وتعرض برا قصدي ان شاء الله لان في اشياء حلوه يلا بس تروح حق واحد بريطاني بتقول له حمود راسك شنه بطاطا راسك شنه ما يعرفون كذي يا ابو كمي في مسرحيات هالعيد قاعد تترجم بالانجليزي اي هذا اللي صح وصم وبكم في اشياء قاعد يسوونها كل قدام راح تشوف اي اي راح تشوف ان شاء الله والله نتمنى لان عندنا كتاب زينين والله عندنا في شغله كل شيء في عندنا دام كل واحد قال اسم شخص ناجح انا عندي بدر المطوع يعني هذا اسطوره ايقونه ويعني فخر وشوف سيره نجاحه من ابتدى لليوم ومكمل ما شاء الله عليه ما شاء الله يعني سجل اسمه من اساطير العالم طبعا يعني نافس كريستيانو نافس بالضبط الادائي كذا اعلى مباريات اعلى لاعب مباريات في العالم فهو عميد اللاعبين نعم 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 فبدر مطوع يعني مسيرة صح. نجاح نوجه له تحية نوجه له تحية والله من خلال هالبرنامج يعني بدر المطوع من الأسامي الناجحة صح إذا احنا بنذكر الأسامي الناجحة صحيح. ما نقدر وايد اسماء وايد وايد عشان لا حد هذا يزعل ولا شيء وايد لا لا بس بالعكس أنا يعني أشوف كل واحد يقول الشخصية اللي ممكن هي يقدر يضرب فيها مثل على قولتهم ولد أنا ممكن أختلف معاكم من سالفة الفشل ما أعتقد في إنسان يفشل قصدك إنه يتعلم من الفشل يعني تجربة فشل شيء كلمة عودة يعني فشل يعني فاشل مو داش السجن ليش عودة فشل هذا ممكن يفشل فشل الولد لا لا نجح الولد فشل إني أنا أقول والله ما توفق في الشيء يعني ما فشل يعني أنا ما أتوفق خلال خيرة خيرة لما يفشل لما يستسلم يرفع الراية البيضة هذا الاستسلام هذا اللي ما مفروض ما يكون ممكن لما يستسلم لكن أنا سويت لعبت مباراة سويت عمل بس تقول أنت والله فشلت بالمسرحية أو والله اليوم أنت فاشل في المباراة لا الاستسلام من الشيء هو الفشل طبعاً يعني أنت إذا استسلمت هني رفعت الراية البيضة شوف خبرة العمر شلون بوليد تفيد قال شلون مرة ثانية؟ أقولك خبرة العمر تفيد طبعاً حسستني فارغ لا لا, لا 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 أنا قلت الفشل تأييت قلت لي أنا ما عندي شيء اسمه فشل صح إيه؟ معلومة أخذتها منك كل أول كل معلومة أخذتها شفت العمر راح يحسسني إن أنا عمري 70 ذبحت لا لكم اثنيناتكم طولة العمر وياك حتى الدولة بعد دائما وزارة الإعلام ومجلس الوطني الثقافة والآداب كل سنة نلاحظ أن في جائزة الدولة التشجيعية والتقديرية للمبدعين في جميع المجالات صحيح لجميع المجالات مو بس الفن صح كلامك الشعر كامل كامل حتى الشغلات المعلوماتية حتى كل المجالات تقدر تقول لي أبو كميل يعني تحس تجربتك ناجحة كمقدم كشو كمقدم كمقدم برنامج لا حبيبي نبيع البرنامج لا أقول لا ذلك كمقدم برنامج قول إيه قول أقدر قول لا أنت تقول أنت حسيت إنك ناجح كمقدم برنامج إيه أنا ما أعرف أقدم برنامج يعني أقول والله أعزائي المشاهدين والمستمعين ما شنو كاقلت سهلة سهلة والله قلت إيه والله قلت بس أحس إني أنا يعني مو مقدم يعني تحب الشيء العفوي إيه العفوي إيه؟ يعني ما يعني مثلا أنا مرة خذوني مكان بقطر قالوا لي أبو كميل أنت لاعب ما شنو سموه على اسم فتح شيء قالوا يقول كلمة الختام فقلت أتمنى قد وفقنا بتقديم ما يرقى لذائقتكم في حياة يملأها التنافس من الصعب أن تكسب الجميع في صفك ومن شدة التنافس ارتفعت وتيرة السباق نحو المجد الله الله
فقلت يعني طبعا بايقها من احد طبعا اكيد من ملك الاسس مال الاسامي الغريبه اللي يقولها اي من بايقها قلت له صباغ الفايت مو مالتك اكيد نجاح الاقتباس نجاح ترى الاقتباس الجيد نجاح صحيح فاحنا طبعا نقرا الكتب وهذا ونسمع وهذا نعرف يعني طبعا قلت له يعني تفاهم اننا فيعني هذه الكلمه اللي قلتها والحمد لله بس بعدين يعني اني انا الحمد لله يعني خدشت جوجل وشفتها وتاكد صورتها وحطيتها احنا بما ان موضوعنا اليوم عن النجاح والاستسلام والفشل فطبيعي لازم نتكلم عن النجاح والاستسلام والفشل ثلاثتهم فانا في قصه شوفوا النجاح والاستسلام والفشل فانا بقول سالفه واحده لكن فيها ثلاث والسالفه مو انا اللي راح اقولها راح يقولها ابو كميل بس طبعا راح يشفر بالاسامي لازم ابو كميل لاعب كبير صحيح اعتزل صحيح صح صحيح الحين هو كرياضي يحس ان الموضوع ما انتهى لهني طموح شوف النجاح استسلام الفشل شوف النجاح قال انا ما يصير لازم اروح اخذ دوره بقطر واصير مدرب صحيح غوارديولا مورينيو مدربين عالميين صحيح راح ابو كميل وخذ شهاده ايه شوف نجاح نجاح برو شهاده برو اعلم ليه اعلم ليه ما شاء الله زين ما شاء الله ما شاء الله حلوين اخذ شهاده تدريب ما شاء الله مدربين عالم ما شاء الله نجح الحين الاستسلام والفشل نبي نعرف ابو كميل من غير ما تقول شنو شو اسمه بس نبي نعرف الحدث ايه اول فريق دربته شنو صار الشوط الاول؟ والله شدني الموضوع لما رحت هناك طبعا كاس العالم اي نعم شفت طبعا لا صدق والله كنجاح يعني شفت في كتاره يا حبايبي هالقطر فخورين بنجاحكم والله فعلا كلام ما يخلص وكانوا يانا طبعا واحد منا وفينا اخوي علي نجم كان مجهزين له اللوكيشن علي نجم اسم على مسمى علي نجم نجم وين ما يكون فاستانست انه قالوا لي هذا مكان علي نجم هذا مكان مثلا يقول لي فلان هذا مكان استانس اي كويتي ينجح الله بس لما تقول الاستسلام والفشل انا ابي الحين حدث هو الاختيار وانت مدرب هو الاختيار ابي الشوط الاول لا تلف وتلف وعلي نجم تعال لنا سيدي واحب اي مكان في كويتي حبيبي حبيبي الفاينل عطنا الفاينل الشوط الاول ابي الشوط الاول 12-0 قلنا خسرانين تقول والله لا يا جماعه ترى لا تفهموني صح انا اكيد يعني بغير الاسامي ابي 12-0 تحب اخذ شهاده برو يقول لك برو يعني ما اخذ برو لا اول مره امسك منتخب السيدات حلو يعني قول كان 12 بنت حلو قالت لي ما ابي اذكر اسماء ما ابي اذكر ما نبي تذكر قالت لي شنو؟ لا تذكر اسامي رئيسة اتحاد ولا منصبها ولا منصبها ولا منصبها لا عادي قالت اتحاد 12-0 ذا الاتحاد ما يكلم المدرب منو بيكلم؟ يعني بالله منتخب السيدات اللي قال لي منو بالله؟ من اللي موديني انا امسكهم يعني؟ الصباط زين اسلم قالت لي لازم اشارك بكاس اسيا زين زين فقلت له هي هذه قصه نجاح كفاح يعني قول كفاح بس بعدين صار فشل فشل ذريع نسمع بس ما صار استسلام صار فشل اسمع استسلام وفشل ما بعض ما بعض نبي نروح كاساس اي رحنا كاساس فقالت قالت لي ان المباراه مو منغوله والكويتيين بالصف قاعدين ما عندهم شغل كان لا في كاس امم اوروبا ولا في شيء فقاعد يدورون هي مو منقولة شلون طلعوا الأردن الأرضية ما أدري شلون طلعوا الأردن الأرضية شطر يعني مو كان أقولها لا ترى منتخب قوي أوزباكستان منتخب الأردن دولة فريق قوي أول مرة أنا عندي 12 لاعبة يعني واحد بالملعب صرخ عليه إذا ردت عليه أقولها آسف ما أقدر أطلعها ما عندي 11 الفريق 11 واحد برا بس حتى حدا 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 المهم أول شوط يعني ما ابي اطول عليكم 12-0 ولا زين فايز ولا خسران؟ لا فايز 12-0 يقول يا بعدنا بين الشوطين كانت تقول لي واحده فيهم ليش كابتن ما نضغط عليهم؟ قلت انت لعبي باص اول شيء ما ادري بالضبط بعدين ضغطي خلي يصير 1-12 على الاقل شلون ضغطي انت خلي العب باص حاسين في جول ضربه مرمى ما توصل الجول سكرونا يقولون وزي ما تخترع
فيصل ثلاث مباريات 23 بعد ولا اي والله 23 0 لا لا مباراة الثانية 22 نسحبوا شهادتك ولا بعد اكيد لازم يسحبونها لازم قاعد يلعبوا يد هذيل ولا شنو ما ادري بس لعبنا اخر لعبة مع لبنان هاي يعني فريقهم شوي عادي يعني كم فخسرنا 4-1 زين النتيجة 0-0 وجت كرة داخل الستة واحدة من ابن لاعباتنا كان ينفسخ حجابها كانت تهد الكرة تربط حجابها ترى البدايات صعبة شلون احنا قاعد نسولف بداية الحلقة عن بدايات التمثيل أيوة لا تتوقعين البنات أول ما بلشوا يمثلون على المسرح سهل فإن البنات يجون يسوون فريق كرة قدم هذا بحد ذاته صعب لكن احنا قاعد نشوفهم ما شاء الله بالألعاب الفردية رافعين راسنا سواء بالملاكمة ولا المبارزة جمباز بعد فيه جمباز بطلات تغير حتى كرة القدم الحين تغير شوفهم تطوروا أول أيام كانوا الفريق ضعيف شيء جديد عليهم كان أنا 2010 قبل 14 سنة الحين ما شاء الله حتى بالسباحة حتى بالرماية كرة صالة كرة شوفهم صالات صالات هم البنات زينين أيوة مو فاسبول عشان كذي فعلا لازم كل واحد يشد حيله ويكون ناجح بحياته كل المجالات انا ودي اكمل بس ابو كميل يا رب يا ابو كميل فاست فود والله نسيت الهوا هوانا يا سلام